السلام عليكم يا جماعة، أنا أخوكم حمدي الشهير بالحج الضوي. أنا فكرت زيارة كده، يعني مسافر وإن شاء الله راجع الأسبوع الجاي، بس حبيت أوضح حاجة. يعني أنا بحب الناس كلها وبحترم الناس كلها وبقدر الناس كلها، بس حبيت أوضح إن الفكرة بتاعتي اللي أنا بعملها على يعني على الفيس والفيديوهات اللي أنا بقدمها، الفكرة منها والهدف منها هي توصيل مشاكل قرى ونجوع الصعيد للمسؤولين. والحمد لله بعض الفيديوهات وصلت، يعني أنا عندي النهاردة يعني في خلال شهر شهرين حوالي 14,000 إعجاب على الصفحة الحمد لله، والناس حبت الفكرة. بس الفكرة أخوانا الهدف منها هي توصيل، يعني توصيل مشاكل القرى والنجوع يعني بتاعت الصعيد بطريقة ساخرة، ويعني وحل يعني والتنويه عن بعض سلبيات المجتمع، يعني زي ايه؟ زي مثلا الأطفال اللي بتسب الدين، البلطجة، الكذب، النفاق، الحاجات دي يعني السلبيات، بعض معاناة اخواننا في السعودية وفي الكويت وفي الدول العربية اللي بيعانوا من بعض المشاكل. بنعمل فيديو وبنحاول، يعني الفيديو وصل للمسؤول، وصل ما وصلش اهو بنضحك وبنهزر مع بعض. ده الهدف من الفكرة بتاعتي. لكن الفكرة بتاعتي يا اخواننا، معلش مع احترامي لكل الناس، الفكرة بتاعتي ليس لها علاقة بالسياسة، ملهاش علاقة بالسياسة ولا بأي امور سياسية، مش خوف ولا حاجة. أنا من قرية الزينية من الأقصر، والحمد لله يعني معروف إن إحنا الناس الزينيين ما بنخافش غير من ربنا، يعني مش بنخاف من أي حاجة. لو أنا يعني عايز أتكلم هتكلم، بس أنا ده مش خوف، بس هو القصة إن إحنا حتى اختلافنا مع بعض ما بقيناش يعني مش بنعرف نختلف مع بعض. أنا مش عايز أخسر حد، يعني أنا مش عايز أخش في الأمور السياسية عشان إيه ما أخسرش أي حد، لان انا عارف لو دخلت مع اي حد دلوقتي كلمتين على الفيسبوك، كلمتين في السياسه، بعد 3 دقائق هخسر ويخسرني. فانا ما بتكلمش في الامور السياسيه، وفكرتي فكره مش سياسيه وليس علاقه بالسياسيه. هي الفكره ان احنا في مشكله في قريه، في نجع، مشكله واحد، اخ، اخت، اسره، اي حد، بنعمل فيديو عن القصة دي، بنعالج بعض السلبيات، هذه الفكرة، وبنضحك وبنهزر مع بعض، وهذه الفكرة والفكرة نجحت. الأول كانت ماشية يعني عاملها أنا بهزار، والفكرة الحمد لله الناس حبيتها، وبدأنا نكمل وهنطورها، وهنروح قرى وهنروح نجوع وهنروح محافظات بإذن الله بعد ما أرجع، وهنشوف وهنعمل، يعني ممكن نصور مثلا من قدام مستشفى، من قدام طريق عايز يترصف، مجاري، اي حاجه نعملها. دي الفكره، الفكره ملهاش دعوه بالسياسه، ومش عايز اتكلم يعني في الامور السياسيه، يعني لاني مش عايز اخسر حد. فده توضيح بس. ويعني حتى انا والله يا اخواننا اقسم بالله انا بحترم الناس كلها، حتى لما حد بيعلق على تعليق على بعض الفيديوهات مش كويس، انا بتكسف، اقسم بالله بتكسف، ما بتكسف ارد عليه يعني بشتيمه او بكلمه مش كويسه. فبقول يلا بكتب له ممكن ساعات، يعني بارك الله فيك. بس انا عارف ان اغلبيه الناس حبت الفكره بتاعتي، وانا بحترم الناس وبحترم اي حد، الكبير والصغير بحترمه. فانا حبيت يعني التوضيح ده يا اخواننا، الهدف من الصفحه، الاخوان اللي بيكتبوا لي دي كذا دي كذا دي كذا، انا ماليش علاقه بالسياسه ولا عايز اتكلم في الامور السياسيه. انا فكرتي ببساطه فكره ان في مشكلة في قرية، في مدينة، في محافظة، واحد بيبعتها لي، بنعمل فيديو، ممكن مسؤول صغير كبير يتفرج على الفيديو يقدر يعالج الموضوع ده. وحصل في بعض الفيديوهات، يعني حصل انه في بعض المسؤولين شافت فيديوهات وكذا واتصلت، وبعض التعليقات فين المشكلة دي، وقلنا لهم المشكلة دي في القرية الفلانية وكذا، وبدأت تتحل المشكلة. هذه الفكرة. وانا ان شاء الله يعني أنا فكرت زيارة كده في أوروبا، وزيارة يعني، وإن شاء الله راجع الأسبوع الجاي. وبقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب يكرمكم، ويا رب يشفي كل مريض، ويا رب يرحم كل متوفي. يعني إخواننا اللي على الصفحة، اللي أنا على الفيس، اللي حد توفى له حد، بقول له ربنا يصبرك والله يرحمه. وإخواني برضو
اللي هم برضو ربنا يشفيهم، واي واحد فقد حبيب او عزيز عليه ربنا يرحمه، اخواني اللي في الغربه ربنا يهون عليهم الغربه وربنا يسعدهم ويكرمهم، واخواني وحشتوني، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله عيد الاضحى يكون عيد سعيد، ويا رب انصر مصر، ويا رب انصر مصر يا رب، لا تشمت فيها الاعداء يا رب، واكرمها يا رب، واكرم مصر يا رب واهل مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم الحاج الضوي.